واصل أخ عمر بعد تحقيق النجاح في الموسم الأول والطبعة الأولى والطبعة الثانية لجمعية ريادة في برنامج شركتنا، هل بالإمكان أن راح نتعموا هذا المشروع الكبير خارج حدود مسعد؟ أكيد، هو الهدف الأول من برنامج أو من جمعية هو أن يستفيد أكبر عدد من الشباب ليس فقط في مدينة مسعد ولكن في ولاية الجلفة وفي كل المنطقة. وحقيقة وصلتنا العديد من الرسائل ومن الاقتراحات سواء هنا في ضائعة مسعد أو من الولاية من الأكاديمية أو حتى من ولايات أخرى، فسلمنا عدة رسائل تطلب أنه نعمم البرنامج على يعني على مؤسسات أو خارج مدينة مسعد، وهذا هو يعني هذا الشيء اللي نريد فعلا أن نحققه، ولكن لا نريد أن يعني التركيز يعني بأن نحن جمعية أصلا جمعية ولائية، فيمكننا العمل حتى يعني رسميا مع كل المؤسسات في الولاية، وإن شاء الله يعني راح تكون فيها إن شاء الله محاولات من الجمعية أن نقدم البرنامج إلى مؤسسات خارج مدينة مسعد إذا توفرت الشروط لذلك، لأنه كما تعلم أستاذ بلال أنه البرنامج تتطلب عدة أشياء، تتطلب إمكانات بشرية بالدرجة الأولى، لما أتكلم عن الإمكانات البشرية يعني لأنه الشركات التي نقوم بمرافقتها طوال 5 أشهر تتطلب يعني مرافقة ومتابعة من مسؤولين سواء من الجمعية أو من المدرسة بحد ذاتها، فهذا أمر مهم جدا. إذا توفرت الإمكانات البشرية الإمكانات المادية أيضا فنحن سعداء جدا أننا نوسع تطبيق برنامج شركتنا. أيضا هناك ليس فقط نحن نفكر أيضا فقط في التوسع الجغرافي، نحن أيضا نفكر في التوسع من خلال الفئة المستهدفة. فاليوم نحن مع الثانويات ومع معهد التكوين هناك ايضا خطط مستقبليه وليس انيه، اننا نذهب ايضا الى طلاب المتوسطه الفئه المتوسطه لايضا يعني تقديم او يعني تدريبهم حول مهارات رياده الاعمال. بطبيعه الحال البرنامج لن يكون نفسه، يعني اذا بدانا ان شاء الله في استقطاب طلاب المرحلة المتوسطة سنصمم برنامج آخر، برنامج ريادة الأعمال ولكنه برنامج آخر يكون أسهل بكثير تلائم مع الفئة المستهدفة، لأن هذا الشيء مهم، أي برنامج تقدمه يجب أن يكون متلائما مع الفئة المستهدفة. فهذا هو يعني بالخلاصة يعني نحن سعداء جدا، نرحب بتوسيع البرنامج خارج نطاق مسعد وأيضا في